انطلاقا من جهود الدولة للارتقاء بحياة المواطنين، أكدت وزارة المالية أنه تم تخصيص 30.6% من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالي المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشارت الوزارة إلى أن من بين تلك المخصصات نحو 27.3% لبناء الإنسان، وحوالي 31.3% لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. ويأتي هذا الاهتمام بتوفير الدعم المالي لكونه من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، وتستهدف موازنة البرامج والأداء سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومي، مع ضمان توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة. وتعد تلك البرامج إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة. ولتحسين قدرات الموظفين، أوضحت وزارة المالية بأنه تم رفع كفاءة 1800 موظف في إطار البرنامج الوطني لبناء قدرات الموظفين وتأهيلهم لاستخدام النموذج الموحد لإعداد موازنة البرامج والأداء وإعداد دليل يتضمن تحديد هياكل البرامج والمفاهيم الأساسية وخطوات إعداد الموازنة وتنفيذها. وأكدت الوزارة أن فلسفة موازنة البرامج والأداء حققت نجاحاً كبيراً في القطاع الصحي، تجسد في المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سي وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. ومن المقرر الاستمرار في هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وزارة المالية أشارت كذلك إلى أهمية مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية في موازنة البرامج والأداء مع السعي الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي ضماناً لمزيد من الحوكمة، لافتة إلى إشادة المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية في تطبيق موازنة البرامج والأداء والتي تمنح الدولة قدراً من المرونة في مواجهة الأزمات. إذن تحسين معيشة المواطن وبناء الإنسان من ضمن المخصصات الموجودة في الميزانية العامة للدولة التي ستضاف هذا العام، التركيز على المواطن المصري وعلى الخدمات المقدمة لي. سنتحدث عن الموازنة العامة للدولة والمخصصات الموجودة بها في هذا العام مع دكتور وليد جبلة، أستاذ التشريعات الاقتصادية، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء. دكتور وليد مساء الخير، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، مساء الخير يا استاذه ليلى ومساء الخير للساده المشاهدين. دكتور وليد، تابعنا يمكن التصريحات الخاصه بدكتور محمد معيط وزير الماليه بخصوص المخصصات المختلفه، ويمكن لفت انتباهنا ما جاء فيما يتعلق ببند تحسين مستوى معيشه المواطن واستكمال بناء الانسان. هذه البنود لو يعني شرحناها بشكل مفصل، ايه اهم الاشياء اللي بتقع تحتها؟ اسمح لي في البداية نبدأ ونقول أن الموازنة العامة للدولة المصرية هي تقديرات لعام قادم. نعم. العام المالي بيبدأ من 1/7/2021 الشهر الجاي لمدة سنة لحد 30/6/22. الدولة هتعمل فيها إيه؟ وزارة المالية بترصد، بنشوف هتقدر الإيرادات المصرية من الممكن أن تصل إلى أي مدى. يمكن أن الضرائب هتدخل ايه، الجمارك هتدخل ايه، قناة السويس، غيرها، كل انواع الايرادات الدولة المصرية بتبدأ تحصرها، تبدأ تفكر في تنمية تلك الايرادات دون الاضرار بالمواطن المصري. ده اللي حاولت الموازنة اللي جاية بتقوم بيه. اذا اتكلمنا على الضرائب، هناك مستهدف لزيادة معدلات الضرائب ولكن دون ارتفاع سعرها، عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي، عن طريق عمليات الرقمنة، مكافحة التهرب، قانون الإجراءات الضريبية الجديدة، العديد من الإجراءات. فالدولة في البداية بتحاول تشتغل على تطوير الإيرادات بصورة لا تؤثر على المواطن. نيجي بعد كده للمصروفات، ودي لب المسألة، يعني أن الموازنة تحولت من كونها إيرادات إلى مصروفات، إلى ربطها ببرامج وربطها بأداء. ان في البدايه كنا قبل كده كنا بنتكلم عن ايرادات ومصروفات، لكن النهارده زي ما حضرتك ذكرتي
احنا هنصرف في فكر معين كما هو واضح. يعني قبل كده كان في معروف وزارة الصحة ليها مخصصات تقدر بكذا، وزارة التعليم، لكن مع البرامج الكثيرة اللي بتسعى وبتحرص الدولة على وجودها في الشارع المصري اكيد الوضع مختلف فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن. اصبحت انا كمواطن اقدر اعرف البرامج اللي هتقوم بها وزارة الصحة. وزارة المالية هتمول زي ما مولت قبل كده برنامج 100 مليون صحة وغيره من البرامج الصحية. اقدر انا اعرف ازاي ان وزارة المالية من خلال ادارتها للموازنة العامة هتساهم بقد ايه في زيادة الرواتب، هتساهم بقد ايه في الحياة كريمة، مشروع الدعم النقدي حياة كريمة، هتقوم البرامج اللي هتوجه الى المواطن المصري خلال عام مالي قادم هتكون ازاي. وهي دي الفكرة وهي ده الدور. خطورة الموازنة واهميتها بالنسبة للمواطن المصري في هذه المرحلة ان هي في عام مهم جدا من ومرحلة مهمة جدا من مراحل التطور الاقتصادي المصري. نحن امام انتهاء خطة من اربع اعوام 2018-2022، هي نهاية خطة بها مشروعات لابد ان تكتمل. بعد كده نحن في بداية برنامج اصلاح هيكلي مهم جدا بالنسبة للمواطن المصري، بيتركز على التخطيط على دعم القطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وقطاع الاتصالات بما يرتبط بهم من قطاعات في المجتمع، سواء في القضاء على بيروقراطية الجهاز الإداري وعمليات الميكنة. ضخ استثمارات في هذا الأمر بينعكس بصورة إيجابية على المواطن، بيستفيد منه المواطن بصورة غير مباشرة. طيب لما نيجي نشوف الموازنة العامة القادمة هتعمل ايه للمواطن؟ الحاجة ذكرتها دي نقدر نقول عليها يعني محددات الموازنة في هذا العام؟ خطوط العامة للموازنة في هذا العام، وبالضبط دي محددات الموازنة. موازنة رايحة فين؟ الموازنة بتهتم بالمواطن المصري وهو في الطليعة، ولكن الاهتمام، ودايما لما السؤال المشهور يعني احنا استفدنا ايه من الاصلاح او هنستفيد ايه من الموازنة؟ الموازنة اصبحت معلنة، هنستفيد ايه؟ مجرد ان احنا بندخل على الموقع الرسمي لوزارة المالية بنشوف الموازنة العامة المصرية للعام القادم، بنشوف البرامج وكل جنيه داخل المالية العامة المصرية جاي منين وهيتصرف فين، وهي دي شفافية الموازنة، وهي دي اللي بتخلق نوع من الثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة وما بين الدولة. الموازنة هتعمل ايه؟ لما نشوف الموازنة هتعمل ايه للمواطن، خليني ابدأ من حضرتك من البداية. 361 مليار جنيه رواتب، زيادة الرواتب بنحو 37 مليار جنيه، دي معناها ضخ استثمارات في السوق. هل هيستفيد منهم الموظف فقط؟ لا، لأن الموظف لن تقف هذه الأموال عنده، ولكنها ستذهب إلى الطبيب وستذهب إلى المدرس وستذهب إلى الجزار وستذهب إلى مقدم الخدمات. ضخ سيولة في السوق المحلي خصوصا في شريحة العاملين بالدولة، هي شريحة استهلاكية في المقام الأول، بتستهلك احتياجاتها الأساسية من المنتجات المصرية، لا تشكل ضغط كبير على العملة الأجنبية. إذن ضخ هذه الرواتب هيحرك السوق. نيجي للخطوة اللي بعد كده، عندي 358 مليار جنيه استثمارات حكومية، أين ستذهب؟ ستذهب إلى شركات هتقوم بعمليات استثمار، بناء مدارس، بنية تحتية، تطوير شركات هتشتغل في القطاع الصحي، في القطاع التعليمي. ضخ هذا الرقم الضخم الكبير أيضا هو تحريك للسوق، لأن هذه الأموال عندما ستذهب إلى تلك الشركات ستقوم بتشغيل عمالة، هذه العمالة ستحصل على رواتب، سيتم ضخها في السوق. كل هذه الإجراءات هي الدولة المصرية وفي مجال التعافي لكورونا بتحاول تضخ استثمارات، بتحاول تضخ رواتب علشان تحرك السوق. ننتقل إلى جوانب أخرى، الموازنة العامة بترفع مخصصات السلع التموينية بحيث لا تتأثر كمية السلع التموينية اللي بيحصل عليها المواطن. بتبدأ الموازنة العامة وبتراعي مشروع التأمين الصحي للمصريين والمراحل القادمة به، مشروع التعليم وكل نفقات التعليم بتراعيها. طيب يعني هل ممكن نقول ان في نوع من انواع التداخل يعني فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي بيكون في ارتباط ببرامج اخرى؟ يعني النقطة الخاصة ببناء الانسان هل مقصود بيها المزيد من ضخ التمويل في مجال التعليم ومجال الصحة، ولا ما المقصود بالتحديد بهذا البند اللي في تركيز عليه هذا العام في الموازنة؟ هو انا بس انا عايز اكد ان ما فيش فرق
ما بين بناء الإنسان أو بناء العقارات والتوسعة، لأن هم واجهين لعملة واحدة. لأن لما ذكرت حضرتك وقلت لك المصريين هيحصلوا على زيادة في الرواتب وهيحصلوا على أجور في تلك الشركات، أين ستنفق هذه الأموال؟ هم هينفقوها على بناء أولادهم وعلى صحة أولادهم. لكن في الجانب المقابل بتركز الموازنة العامة بصورة كبيرة جدا على برامج باعتبارها موازنة برامج، على برامج بتدعم الإنسان وبتطوره. من أهم هذه البرامج تخصيص مخصصات لقطاع التدريب علشان التدريب، وشفنا في ضمن المخصصات قد ايه هيكون هناك تدريب للعاملين اللي هيتم نقلهم الى العاصمة الادارية الجديدة، وده تم بمنتهى الشفافية من خلال التقديم في موقع الكتروني والناس بتتدرب، هيحصلوا على حوافز الدولة قدرت توفرها تصل نحو 1.5 مليار جنيه خلال العام علشان تساعدهم في عملية الانتقال الى مجتمع جديد. ايضا بتضخ الدولة في القطاع الصحي، بتضخ في القطاع التعليمي مشروع تطوير التعليم بيحتاجنا الى نفقات، بتضخ وبتحسن حوافز المعلمين. كل هذه الامور وجهان لعملة واحدة. انا لما بنتكلم وعايز اقول على مخصصات مهمة جدا بتخصصها الموازنة العامة، حصتها في مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة، لان هو حياة كريمة هو مشروع يعني كان ابتدى من مخصصات نحو 515 مليار، ارتفع مع ارتفاع احتياجات الكرة المصرية الى ما يزيد عن 715 مليار، هيتم تقسيمهم على 4 سنوات. المخصصات هتكون مشاركة ما بين الدولة والقطاع والمؤسسات المجتمع المدني من خلال تطبيق لمؤسسة حياة كريمة. مخصصات هذا المشروع من الموازنة هي دبرتها وزارة المالية علشان تقوم بواجبها في حصتها من ضمن هذه الاستثمارات. طيب في نقطة تانية كمان تم الإشارة إليها، وهو تمويل المرحلة الأولى من الحافز الأخضر وما يتعلق بإحلال وتجديد السيارات ضمن المبادرة الرئاسية، التركيز أيضا على هذه النقطة في الموازنة الجديدة، إزاي قررتها؟ هأكد على حضرتك لما حضرتك ذكرت في بناء الإنسان، يا بناء الإنسان محتاج صحة. التحول الاقتصادي الأخضر ومحاولة الحد من انبعاثات الكربون ده بينعكس بصورة مباشرة على صحة الإنسان. هل هناك تنمية بإنسان مريض؟ هل هناك تنمية؟ الأكسجين اللي بيتنفسه الإنسان هو اللي هيديله الطاقة اللي تخليه يشتغل. مصر منفتحة على التحول الأخضر وفي استراتيجية 2030 متفقة تماما مع استراتيجية الأمم المتحدة والتحول على مستوى العالم، بتضخ استثمارات من خلال تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، تحويل السيارات إلى الكهرباء، بتقدم مزايا وحوافز في هذه المشروعات لسبب أنها بتحاول تقلل انبعاثات الكربون اللي بتضر بصحة المواطن المصري. إذن نحن أمام بناء إنسان بصورة غير مباشرة. من هنا ركزت الموازنة على هذا الأمر وركزت على كل المشروعات وقدرت تمولها، وهناك جهات تمويلية يعني مع الموازنة العامة هناك انفتاح، وسبق قبل كده والدولة المصرية طرحت سندات خضراء في السوق الدولية، وهذه السندات بتكون مرتبطة بمشروعات حقيقية، وهي دي فكرة موازنة الأداء لما بيكون فيها مشروعات معينة يمكن أن تستفيد من التمويل الأخضر على مستوى العالم، بتفتح الباب لوزارة المالية أنها تطرح هذه السندات على مستوى العالم. طيب في كمان تفكير في إطلاق نظام شامل لتقييم الأداء وتقييم اتخاذ القرارات ما يتعلق بالضمانات الحكومية، أهمية فكرة التقييم علشان كل عام بعد انتهاء العام المالي نشوف إيه اللي تحقق وإيه يعني ما تحتاجه الموازنة القادمة وما إلى ذلك من نقاط. فكرة شفافية الموازنة ده شيء مهم جدا، فكرة مشاركة المواطن في الموازنة ده شيء في منتهى الأهمية أيضا. عفوا إزاي إن تكون هناك عملية تقييم للموازنة بصورة دورية؟ الموازنة العامة المصرية لما بنشوف التقديرات اللي موجودة مثلا عندها تقديرات إن سعر البترول ما بين 60 و65 دولار، سعر القمح بتقدره نحو 255 دولار، سعر الدولار في الموازنة كتقدير نحو 15 جنيه و70 قرش. هذه التقديرات لو تغير منها أحد المتغيرات بيعمل لي إعادة توازن جديدة للموازنة.
فمن المهم عملية تقييم الأداء. الدولة المصرية قامت بعدة إجراءات، قامت مع بداية الموازنة إن هذه الموازنة طرحت على المستوى الشعبي في مبادرات شعبية من خلال الأجهزة والتواصل مع المواطنين لمعرفة طلباتهم. بعد كده تم تصميمها على أحدث النظم لبرامج الأداء اللي بتشيد بها المؤسسات الدولية، اللي تستكمل عن طريق الشفافية في الإعلان. ودي حصلت بالفعل، والموازنة قبل بدايتها في 1/7 اللي قادم موجودة في الموقع الرسمي لوزارة المالية. نيجي بعد كده عند إعدادها، بتقسم إلى أربع ربع، كل ربع له نتيجة. النتيجة بتكون معلنة بصورة تؤدي إلى أن المواطن يعرف هو رايح فين، يعرف لو الموازنة اتغيرت بتروح فين، وفضلا عن وجود آلية للرقابة الداخلية في وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة المختصة في مجلس النواب. يعني هي المخصصات قابلة للتغيير على مدار العام، لو انتهى على سبيل المثال الربع الأول ممكن يحدث تغيير فيما تم الاتفاق عليه مقدما. يعني مثلا لو قلنا أزمة زي جائحة كورونا، هل أدت إلى اختلاف في شكل الموازنة على مدار السنتين اللي فاتوا؟ والحقيقة ده سؤال جميل، لأن أنا عايز أكد أن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ولولا القدرة المالية القوية للمالية العامة المصرية لم تكن لتستطيع أن تتوقع جائحة كورونا نيابة عن المواطن. إحنا قبل جائحة كورونا كان عندنا فائض أولي بيوصل إلى 2% من الموازنة، كان بحوالي 200 مليار جنيه، خصصت منهم الدولة المصرية نحو 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا، وفضل عندنا فائض أولي 100 مليار. مع توفير تدابير مالية أخرى قدرت الدولة تتوقع ذلك. اللي بأكده أن مالية الدولة المصرية، وأنا أتصور أن التقديرات أو الافتراضات اللي قامت عليها الموازنة، أنا شايف أن هي تقديرات عملية جدا وقريبة من الواقع بصورة تخليها يعني مش هيكون فيها تغييرات كبيرة على أرض الواقع. ولكن اللي عايز نطمن احنا كلنا عليه ان الاقتصاد المصري بصفة عامة هو رقم صعب جدا في المنظومة، لاننا لما سعر البترول بيرتفع صحيح طبعا الموازنة العامة بتتكلف، بس حركة التجارة العالمية بتزيد وإيرادات قناة السويس بتزيد. لما اتت جائحة كورونا صحيح احنا تأثرنا سلبا في القطاع السياحي، بس ما نقدرش ننكر ان احنا ايضا كدولة قدرنا نوفر نفقات الحج والعمرة، وديت بمليارات كنا بنسددها في الحج والعمرة. بالتأكيد هي احنا كنا بيدخل لنا في السياحة اكتر من اللي بيدخل في الحج والعمرة، بس بيحد من التأثير، لان تنوع الاقتصاد المصري نريده اكثر تنوعا، ولكنه في الواقع هو الاكثر تنوعا في المنطقة، بيجعل من إدارة المالية العامة في خلال العام المالي ان هي تشوف اذا في شيء تأثر سلبا بتبحث عن شيء تأثر ايجابا. في دولة 50% من الاقتصاد بتاعها اقتصاد خفي تستطيع ان هي بإجراءات عملية لتشجيع الاقتصاد الخفي ان هي تعوض اي مشكله من المشكلة. اخيرا، المميزات حضرتك شايف انها ستضاف للمواطن في موازنه هذا العام، يعني ستغير من الخدمات المقدمه ليه وترفع مستوى معيشته المواطن بصوره مباشره؟ هناك ضخ استثمارات في الرواتب، هيحصل فيه تحسين في الرواتب، هناك نسبه معدل زياده في المعاشات هتصل الى اصحاب المعاشات، هناك محافظة على الزيادة في مخصصات السلع التموينية بصورة تحافظ على المخصصات اللي موجودة، هناك عمليات جادة لإعادة الهيكلة في القطاع الحكومي بصورة تسهل من تقديم الخدمات للمواطن المصري. الحقيقة مش قادر أحصر كل المزايا اللي موجودة في الموازنة، يعني وعايز أكد ان الموازنه دي يعني هي الدوله مش هتشتغل لوحدها، احنا اللي مش هنشتغل، الدوله بتقدم المبادرات وبتقدم الدعم، احنا محتاجين ان احنا يعني نتفائل ونعمل، وكل منا في مكانه يقوم بواجبه لانجاح عمليه اداره الموازنه ولانجاح الاقتصاد بصفه عامه. انا بشكرك في النهايه شكرا جزيلا دكتور وليد جبلة، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والتشريع والاحصاء، شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقه. ومشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من القاهره، غدا فريق عمل جديد ولقاء يتجدد في نفس الموعد تقريبا. إلى اللقاء.